مشاري مرحبا بكم عشان يوتيوب نتاعي. اليوم جبت لكم غوسيت نتاع جينواز، اون جينواز سامبل كيما قاعدين تشوفوا فيها، باش تعملوا بها اي جاتو تحبوا عليه. باش نوريكم كيفاش تعملوها كيما عملتها انا هكايا سامبل، والا تنجموا تعملوها بالشوكولا تنفسركم كيفاش. المهم نحب نوريكم لو ريزولتا، راهي تحفونه على الاخر، اوزرولها مستويه نظيفه، الاجنب نتاعها الكل نظاف. تبعوني بالخطوه بالخطوه، ما تفلتوا حتى شيء باش تجيكم باهيه. اول حاجه نوريكم المول اللي استعملته، هدايا المول 20 سنتيمتر على العلو نتاعو 10 سنتيمتر، اما مش لازم يكون 10 راو، اما جوست هذا المول اللي انا استعملته. اول حاجه نعملها نجي نسخن الفور نتاعي على 160 درجه سلسيوس 325 درجه فرنهايت، ونيخو زبده. الزبده ريتوها ماهيش دايبه ياسر، معناتها هكا بوماد بحراره الغرفه، خرجتها على بكري هي والعظام، خاطر العظام نحبو يبدا بحراره الغرفه. ونجي نعمل بها الفون القاع نتاع المول نتاعي ولا جناب، ومن بعد نجي نحط ورق الزبده. اغزرو كيفاش قصيتو قد الفون قد قد باش تجيني نظيفه من بعد وقت اللي تخرج. دوك نعملو هذاك نقصوه، ومن بعد نجيو نحطو على جناب هكايا. وانا ريتوه طالع برشا، خاطر هو ديجا مقصوص حاضر، راهو انا كي ناخذهم مقصوصين، اما راه مش لازم يكونوا طالعين. يعني بحبيت نقول لكم اللي المول هذايا معمول بالالومنيوم انوديزي اسمه. نخلي لكم الرابط نتاعو اذا كانكم عايشين في امريكا، في كندا وفي فرنسا، نخلي لكم الروابط نتاعهم. كانكم في تونس راهو تنجموا تلقاوه عند اللي يبيع نتاع الحاجات نتاع الحلو نتاع لي جاتو، تلقاوه عنده. بنحط هذاك على جنب، وتو باش نبدا نحضر في الجينواز نتاعي. اول حاجه هنايا عندي 6 عظمات كبار، انا وزنتهم جاوني 325 غرام بحرارة الغرفة. نحطهم باش نبدا نخدم بستاند ميكسر، وتنفسر لكم كان ما عندكمش الماكينة هذيا شنو تعملوها. جوست خليني نفسر هذيا قبل. دوك نحطو نركضوها ونحطو السكر الكل، وكي نبداو نركضو نبداو بالفيتاس مش شوية بشوية، ونقويو لين نقويو بالقدا. انا راني ما عملتهاش في الفيتاس معناتها ما عملتش للماكسيموم، الماكسيموم نتاع الفيتاس هي فيها 10، انا عملت في 8. باهي دونك هذيا بالنسبة للناس اللي عندهم ستاند ميكسر، وخليتها شدت لي 7 دقائق، وتنوريكم من بعد كيفاش تعرفوها حضرت ولا لا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ستاند ميكسر، باش تعملوا بالركاض الكهربائي الصغرون اللي باليد، باش تعملوا ماء طنجره فيها ماء، تسخنوا الماء مش يغلي تسخنوه، ومن بعد تجيبوا سحفه تحطوها فوقه، تعملوا باماغي وتخدموا العظم والسكر نتاعكم فوق الباماغي. المهم السحفه ما لازمهاش تغطس في وسط الماء، جوست تاخذ اكل البخار هذاك باش تحاول تعاونكم باش العظم نتاعكم يطلع لكم بالقدا. طب شو عليكم كيفاش تعرفوا لي العظام حضر؟ ريتو كي تهزوا هكايا، اوزو كيفاش تهزوا هكايا، اكل اللي يهبط هذاك الغيبون نقولوا احنا، ماهوش شادد روحو فوق من الفوق، طاح في ساعة تخلف في الخليط تغطس هكا ولا، دونك مازالت ناقصه. هتنوريكم من بعد كيفاش تعرفوا اللي هو حضر. دونك سواء تعملوها بالماكينه ولا تعملوها بالركاض الكهربائي اللي باليد، الزوز يزكم تخلطوا لنفس الغيزلتا. باهي اوزرو لو كيفاه، ريتو كيفاش نهزها وكي نهبطها يقعد من الفوق ما يغطسش، اسمه غوبون هذاك. ولا هذاك اللي كي نخلطو للتاب هذيا راهو العظام نتاعنا امور واضحه. دونك هذيا مريقل، تو باش نمشيو نكملو نزيدو بقيه ليزانكريديون نتاعنا اللي هي قاعد الفرينه باش نبداو نزيدوها ونغربلو فرد وقت. مش تقولوا غربلوها من الاول بعد نزيدو بالمغرفه، لا انتوما تزيدو فيها، غربلو بشويه بشويه وبداو زيدوها. طب بالنسبه للناس تحب تعملها بالشوكولات، انا هنا عندي 180 غرام فرينه. دونك قبيل عملنا 325 غرام عظم عليهم 180 غرام سكر، وهنايا عندي 180 غرام فرينه. كي تحب تعملها بالشوكولاته تجي لك ال 180 غرام فرينه، نقص منها مغرفه ونص، مغرفه كبيره معناتها مغرفه ونص من الفرينه، وتعوضها مغرفه ونص كاكاو. عند الخليط بين الفرينه والكاكاو يخرج لك 180 غرام في الحالتين، يا 180 غرام فرينه يا 180 غرام خليط بين الكاكاو والفرينه، وما تفوتوش مغرفه ونص كاكاو، راهو الكاكاو شايح يشيح لكم الجينواز. طب باش نكملو نزيدوه الكل، ونزيدو بشويه بشويه، ونقعدو غوزو كيفاه نعملو بسباتول بشويه بشويه من غير ما طيحو العظام. الغوسيت ما فيهش لوفور، الجينواز ما فيهش لوفور، الجينواز فيها العظام يتركض، كي يتركض بالكدا هذاك هو اللي باش يخلي الجينواز تطلع. تحطو لوفور راهي باش تكمشلكم وباش تنفخلكم وباش تولي لكم تركي فيه وتعاودو تفشلكم.
بهذه القوام شحلتو له في الاخر. دونك هنايا باش نزيدوا المطعم اللي نحبوا عليه. كان باش تعملوها بالشوكولاته تنجموا تزيدوا فاني فما حتى مشكل، والا تزيدوا شويه اكستريم تاع قهوه، القهوه تقوي مطعم الشوكولاته. المهم الحاجه اللي باش تزيدوها هنا، انا زدت نص مغرفه صغيره اكستري دو فاني اللي هو كونسنتري. الحاجه اللي باش تزيدوها يلزمها تكون حاجه كونسنتري، ما يلزمهاش تكون حاجه ياسر ليكيد ياسر ماء، خاطر كي باش تحطوا حاجه فيها ياسر ماء باش تبدل لكم القوام نتاع الجاتو نتاعكم لاباري كيك هذيك، باش يولي ياسر مدردر وما يعطيكمش نفس الريزلتا. توا نجي للمول نتاعي هذا اللي حضرني قبيله، نجيب الفوشه ونعمل له كوش نتاع زبده من في القاع وعلى جنب، ومن بعد نصب لاباري كيك اللي حضرني. بيريتو كيفاش فما فقاعات من الفوق اقدروا انزلوا عليها هكايا، طبطبوه بتو على الرخامه تو يخرجوا لكم الفقاعات، وجيبوا كوردون وبداو تبعوا فيهم بشويه بشويه، وحاولوا نحيوهم هكا بشويه بشويه بالكوردون تاعكم. هذه اعملوها مرتين، ما تطبطبوها مرتين هكا ما تفوتوش. بيتو باش نحط الجاتو نتاعي باش يطيب، انا عندي 6 تيقان في الفور نتاعي، من لوطه وانا طالعه حطيته في الطاق الثالث، معناتها جوست اللي تحت الوسطاني ما يجيش في الوسط قد قد، في الطاق اللي تحت حطيته 40 دقيقه شالور تورنونت 160 درجه، ومن بعد ثبته بالكوردون في الوسط. كان خرج الكوردون ضيف راهو الجينواز نتاعنا امورها واضحه، تبدا حمارت من الفوق، نخليوها تبرد شويه قبل ما اون فالا ديمولي، قبل ما نحيوها من المول نتاعها. ومن بعد نجيبو غري، انا الكريم تاعي كبيره ياسر، دونك شعملت جبت صحن حطيت فيه ورق الزبده قلبتها غاديكا، ومن بعد هزيتها حطيتها فوق الغري على خاطر الغري المشبكه هذيك تخلي الهواء يدور وما تخليهش تعرق وما تخليهش تعمل كوش نتاع زيت من اللوطه معناتها كي تقلبها. فوالا اغزروا له كيفاش نظيف اخفي لونه باهي. المول راهو كنت نجمو تاخذوا منه المول هذايا، راهو انواع النوع هذا نتاع المول اللي فيه الومنيوم انوديزي راهو تحفون على الاخر للي جاتو والجينواز وكل شيء. اغزروا لها نظيفه اخفيت تبتوها كيفاه فوالا. هذيا بعد ما بردت كومبليتوم قلبت لكم باش تشوفوا الفوقاني نتاعها، ريتو هكا مازالوا حتى الاتخاص نتاع الغري. اغزروا لها كيفاه الي بارفيت، انا باش نقص لكم ونوريكم كيفاش تبدا خفيفه من داخل، راهي خفيفه. بيتو بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل نتاع قصان، انا باش نقص باش نوريكم كيفاش اون تكنيك نجموا تقصوا بها تسهلوا على رواحكم. اذا كان ما عندكمش ماتيريال سبيسيالك اللي باش تقصوا به، جيبوا ماسترا وتجيبوا ديكوردون وتجيو ترشموا وين تحبوا تقصوا، تعملوا الرشمه هذيا 4 مرات ما في اوزلا كيفاش في لي 4 كوان نتاع الكيك نتاعكم. ومن بعد تجيو بالسكينه وتبداو تتبعوا من الاول، انا تبعت الجناب ومن بعد قصيت في الوسط. فما حاجه اخرى فما عباد يعملوها انا مجربتهاش الحق، بعد ما تحط لي كوردون تجيب خيط وتحط الخيط على الكوردون الكل، وكي تجبد هو مو الخيط ماضي يقص الجاتو. انا الحق ما جربتهاش دوك ما نجمش نقول لكم 1000% اللي هي تخدم الحكايه، اما تنجموا تجربوها زيد. بالكيك اللي عطيته لكم انا راه تنجم تقسموه على 3 والا على 4 انتم حسب الكبر اللي تحبوه، انا ظهر لي 3 يزدي اما راهي تجي معناتها 3 ولا 4 انتم اعملوا اللي تحبوا. اغزروا لها كيفاش خفيفه، اغزروا لها خفيفه على الاخر راهي. فوالا الفيديو نتاع اليوم وفيت، ان شاء الله تكون عجبتكم. الفيديو الجايه باش نوريكم كيفاش تخرجوا منها ان جاتو بنين على الاخر، باش نعملو سيرو دامبيباج بارفومي بنين يبان الجينواز، خاطر انا بيرسونيلمون جو نو سوي با تري فان دو جينواز فرونسيز، فما جينواز جابونيز اللي يزيدو فيها
دو غرا ينجم يكون زبده والا زيت وتزيدوا فيها حليب هي ابن شويه من هذه راهي. اما بويسك انتم طلبتوا مني جينواز نتاع العاده يعني دوك هاني عملت لكم الجينواز. اما تنوريكم كيفاش نعملوا جاتو نوتكم ولا نشهيكم بنين على الاخر السيرو بارفومي وسورتو الجاتو يذوب في الفم. دونك فوالا نشوفكم في الفيديو الجايه.